فعاليات الشارع الثقافي، هناك العديد من الفعاليات والعديد من الزوار. احد زوار الشارع الثقافي الاستاذ، عرفنا بنفسك استاذ. حبيبي علي العبودي. سلام عليكم استاذ. سلام ورحمه الله. الله يحفظك، شلون احوالكم؟ شنو رايك في انطلاقه الثانيه للشارع الثقافي؟ حقيقه هي بادره جيده ان نسترجع هذا الشارع بعد انقطاع لاكثر من سنه، وهذا شيء مفرح أن تعود الحياة لهذا الشارع، ونتمنى تكون هناك فعاليات أكثر أصالة وأكثر جمال بوجود هكذا. ايش تقترح أستاذ علي؟ والله أن تكون هناك ورش، وأن تكون هناك حواريات، وأن يكون هناك مسرح أيضا. وأنا شفت أنه أكو عناية بالطفل، وهذا شيء رائع حقيقة، لأن الناشئة تحتاج منا الكثير في تعلم. شكرا جزيلا.